انتخابات المرحلة الأولى بالنواب تنتهي في الخارج اليوم وتبدأ في الداخل غدا. الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يشمل رحيل المرتزقة خلال 3 أشهر. وفي الاقتصاد، الحكومة تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان في الموسم الجديد. تفاصيل ثانية، مرحبا بكم. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتحديث منظومة الري. وأكد مدبولي أهمية هذه المنظومة والتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضا رفع كفاءة الترع لتقليل الفاقد وكذا لتقليص المساحات للمحاصيل كثيفة استهلاك المياه. وقال مدبولي إنه يتابع الموقف التنفيذي لهذه المنظومة بشكل مستمر سعيا للانتهاء من تطوير نظم الري ضمن مساحة 1 مليون فدان. من جهته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن تنفيذ مشروع الري الحديث يعد أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم إطلاع الفلاحين على وسائل الري الحديثة سعيا لزيادة الإنتاج بنسبة 30%، بما يقلل تكلفة الإنتاج من حيث السماد والعمالة ويزيد من مكاسب الفلاح. على جانب آخر، قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة على حل المشكلات على أرض الواقع، إلى جانب استمرار متابعة سبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات. شدد مدبولي خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شدد على أهمية توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية والتي تحمل الكثير من التغيرات على الخريطة العالمية، فضلا عما يشهده الاقتصاد المصري من تطور وتحقيق مؤشرات إيجابية ساعدت في مواجهة التحديات السلبية التي شهدها العالم جراء فيروس كورونا، وذلك من خلال العمل على التركيز على القطاعات الاقتصادية التنافسية في مصر والترويج لها وفق خطة وجدول زمني. كما استعرض رئيس الوزراء تقريرا من وزير التنمية المحلية عن جهود المحافظات في التعامل مع ملف طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية. وأكد مدبولي مجددا حرص الدولة على القضاء على أي مظاهر عشوائية موجودة في مختلف المباني والعمارات السكنية سعيا للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام للمدن والمناطق كافة. من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنه تم طلاء نحو 123 ألف مبنى على مستوى الجمهورية في إطار تنفيذ التكلفات الصادرة بأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد وغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس، كما نفى تغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الجاري. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى أيضا حذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية ورفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاما خلال العام المالي الحالي، كما نفى زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي. كذلك نفى تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعيا لري الأراضي الزراعية وتأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مسارا بريا بديلا. مجلس الوزراء نفى كذلك استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، كما نفى إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنة القمح المستوردة من الخارج.
ينطلق غدا ماراثون انتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة. هذا وتواصل البعثات الدبلوماسية المصرية تلقي مظاريف أوراق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، وذلك حتى 9 مساء ليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لكل دولة. هذا وقامت البعثات في الخارج وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي الخطابات كافة عبر البريد. وقد أنهت وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت الوزارة خططا أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تيسير خدمات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية. تمتد خطة التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مع الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام. أنقذت القوات البحرية مركبا يرفع العلم التركي في عمق البحر المتوسط بعد إصداره إشارة استغاثة ظهر أمس تفيد بتعرضه لعطل فني مفاجئ على بعد 270 كيلو مترا شمال مدينة سيدي براني. وأقلت القوات المسلحة إنها على الفور دفعت بالفرقاط الظافر لموقع الحدث وتم نقل جميع ركاب المركب على متنها. وأوضحت أن عدد الركاب يبلغ 57 شخصا، بينهم 6 سيدات وثلاثة أطفال من جنسيات مختلفة. وأشارت إلى أنه تم سحب المركب المتعطل ورسى صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، وتم تقديم العلاج الطبي اللازم والاحتياجات الإدارية للركاب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة. أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع الليبي وقعا اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي جرت في جنيف على مدار 5 أيام للجنة العسكرية المشتركة 5+5. أشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إلى أن الاتفاق الذي لا يشمل المجموعات المصنفة إرهابيا سيبدأ تنفيذه فورا. وأضافت المبعوثة الأممية أن الاتفاق يشمل مغادرة كل المرتزقة الأجانب من ليبيا في غضون 3 أشهر، بجانب تشكيل قوة عسكرية من الطرفين ضمن غرفة عمليات مشتركة. وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماعات مقبلة لبحث توحيد المؤسسات العسكرية. كما أعربت المبعوثة الأممية عن أملها في وجود دعم دولي للاتفاق الليبي، مشيدة بجهود الدول الجواري في التوصل إلى هذا الاتفاق. الأطراف الليبية وقعت في جنيف اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار سيبدأ تنفيذه فورا. الاتفاق الذي يأتي بعد أسبوع من مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لا يشمل المجموعات المصنفة إرهابيا، وينص على مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر. كما تم الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية من الطرفين ضمن غرفة عمليات مشتركة، وسيتم عقد اجتماعات مقبلة لبحث توحيد المؤسسات العسكرية. نأمل في دعم دولي لهذا الاتفاق، كما نشكر دول الجوار الليبي لجهودها في التوصل إليه. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة السيد عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. سيد عبد الستار، بعد مساء الخير، كيف تقرأ هذا الاتفاق وما مدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع؟ يعني يعد هذا الاتفاق ثمرة متواضعة لجهود كبيرة جرت خلال الفترة الماضية وشاركت فيها العديد من الدول في محاولة لتقريب وجهات النظر، وأخص طبعا بهذا الدولة المصرية من خلال استضافتها لاجتماعات 5+5 أو ما بين ما جرت ما بين العسكريين الليبيين في مدينة الغردقة على البحر الأحمر.
هذه جهود تسير في اتجاه الحل وتسير في طريق توحيد المؤسسة الليبية وإزالة الشكوك ما بين الأطراف المختلفة ومحاولة زرع الثقة، وكل هذه يعني أمور طيبة. يبقى فقط مسؤولية المجتمع الدولي عن التنفيذ. دائما ما هناك سؤال عن من سينفذ مثل هذه البنود ومثل هذه المقترحات، يعني هي مطالب للليبيين. كما تفضلت، أي اتفاق دائما لابد أن يشمل آلية التنفيذ وضمان التنفيذ. برأيك الاتفاق لا يشمل الجماعات المصنفة إرهابيا كما ينص على خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر، برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ أيضا ما هي العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ هذا البند؟ هو هناك شقان. الشق الأول عن الإجراءات التي سوف يتبعها مجلس الأمن حين يتحول إلى راعي مباشر لهذا الاتفاق. الأمر الثاني هو بدء الدخول في التفاصيل، وهذا هو الأمر الكثيرة المتعلقة باستقرار الأوضاع وخفض التصعيد وما إلى ذلك والعراقيل المتوقعة تجاه هذا. طبعا المجموعة العسكرية 5 المحسوبة على الجيش الوطني الليبي والمجموعة العسكرية 5 المحسوبة على المجلس الرئاسي سوف تبدأ في طرح كثير من التفاصيل وكثير من الإجراءات التي وضعها اتفاق اليوم كخطوط عامة وكخطوط عريضة للعمل عليها في الفترة المقبلة. سيتطلب ذلك الدخول في تفاصيل كثيرة وفي إجراءات كثيرة، وأعتقد أنها ستكون صعبة، وهذا كله يعني في نهاية المطاف وأمر أفضل من الاقتتال وأفضل من آلة الحرب. وقف القتال هي ميزة مهمة، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حين أعلن خط سرت جفرة خط أحمر كان الهدف الرئيسي هو وقف نزيف دماء أبناء الليبيين، وهذا ما تحقق بالفعل. طيب يعني إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق أن يدعم مسار التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا؟ يعني كما قلت الاتفاق العسكريين هو خطوة ضمن خطوات كثيرة. هذه الخطوات الكثيرة منها المسار السياسي والمسار الاقتصادي ومنها أيضا المسارات الأمنية التي ستبحث وفقا لاتفاق 5+5. لا ننسى أن هناك تحضيرات جارية للقاء سياسي كبير سيعقد في تونس، وهذا اللقاء أعتقد أنه يستند على مرجعيات جرت في المغرب وجرت في مصر، وفي رأيي هي تستلهم الورقة المصرية لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وإيجاد حكومة مؤقتة موحدة لحين إجراء الانتخابات والكثير من التفاصيل. يعني خطوة العسكريين لا تنفصل إطلاقا عن المسار السياسي والمسار الاقتصادي. من القاهرة السيد عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إجراء مشاورات مع أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين، حيث يستطلع آراءهم للوقوف على مطالبهم في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة. كان الحريري قد أعلن أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في المبادرة الفرنسية، والتي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها. شدد الحريري حرصه على تشكيل حكومة بسرعة، مشيرا إلى أن الفرصة أمام بلاده هي الوحيدة والأخيرة. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 متشددا وخمسة من المدنيين في غارة أمريكية شمال غرب سوريا. وأوضح المرصد أن الغارة استهدفت تجمعا لكبار مسؤول تنظيم القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين في إدلب قرب الحدود التركية، وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني الذي يعتبر من كبار العلماء في سوريا إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق. ويعد الأفيوني من المقربين للرئيس السوري بشار الأسد، ولعب دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة
في ريف العاصمة. شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم غارات عدة على مواقع تابعة لفصائل فلسطينية جنوب قطاع غزة بعد مزاحمة بإطلاق صاروخين تجاه إسرائيل. أوضح مصدر أمني في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات استهدفت خلالها موقعين وأراض زراعية بالقرب من مخيم النصيرات في وسط القطاع وشرق خان يونس، ما أسفر عن أضرار مادية دون أن تسجل إصابات. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إطلاق صاروخين من غزة في اتجاه إسرائيل دون أن يوقع إصابات أو أضرارا، موضحا أن الدفاعات الجوية تصدت لأحدهما بينما سقط الصاروخ الثاني في أرض خالية. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين من اليمن. وأشار المالكي في هذا الصدد إلى أن إطلاق طائرة المسيرة بدون طيار جاء بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالتقصير في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا. وخلال المناظرة الأخيرة التي جمعت بينهما بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، أكد بايدن أن ترامب لم تكن لديه أي خطة لمواجهة كورونا مع علمه بخطورة الموقف منذ يناير الماضي، إلا أنه ضلل الأمريكيين. أضاف بايدن أنه لا يمكن لرئيس مسؤول عن هذا العدد من الوفيات البقاء في السلطة. كما أكد المرشح الديمقراطي أن هناك بعض الدول وعلى رأسها روسيا تسعى لمنع فوزه بالانتخابات، وشدد بايدن على أنه في حال فوزه سيقوم بمحاسبة أي دولة تحاول التدخل في الانتخابات سواء كانت روسيا أو الصين أو إيران. من جانبه دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا مؤكدا أنه تصرف بسرعة فور اكتشاف خطورة المرض. كما أكد ترامب ضرورة فتح مجالات العمل في البلاد وعودة الحياة، مشددا على أن استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات الغلق يهدد بفقدان البلاد. كما اتهم ترامب منافسه جو بايدن بتلقي الدعم والأموال من جهات خارجية وعلى رأسها روسيا، وطلبه بشرح الموقف للشعب الأمريكي. كما أكد ترامب أنه تعامل مع روسيا بشكل قوي لم يفعله أي رئيس سابق وتحديدا باراك أوباما. سجلت أوروبا أمس أكثر من 200,000 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ انتشار الوباء، وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن حوالي 7,800,000 حالة ونحو 247,000 وفاة. وزادت الإصابات في عدد من دول جنوب القارة مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة. وفي غرب أوروبا سجلت فرنسا قرابة 42,000 حالة إصابة. وحذر المستشار العلمي للحكومة الفرنسية من أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر مما كان عليه في بداية ظهوره، واعتبر أن المعركة ضد الفيروس ستكون طويلة جدا. أما في ألمانيا فقد تم تسجيل أكثر من 11,000 حالة إصابة، وسجلت روسيا قفزة جديدة في عدد الإصابات تجاوزت 17,000 حالة. أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب يقدمون دعما للطلاب ذوي الهمم في جميع مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والذين يتجاوز عددهم 4,135 طالبا وطالبة. كما يهتم بشكل خاص بأبنائه كريم البصر الذين بلغ عددهم ما يقرب من 2000 طالب. وأوضح الضويني في كلمته خلال حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية للمتفوقين من ذوي الهمم أن الأزهر قام بخطوات كبيرة من أجل تعليم أبنائه من أصحاب الحالة الخاصة، من بينها إنشاء مركز إبصار بجامعة الأزهر بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، مشيرا إلى أنه تم تزويد هذه المراكز بأحدث الأجهزة والتدريب، فضلا عن وجود صندوق تكافل اجتماعي بالجامعة خاص بالطلاب والطالبات من ذوي القدرات الفائقة.
في سياق متصل وجه الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإطلاق مسابقة الأزهر العالمية للبحوث، وذلك في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر أن تعلن النتائج في يوم الأزهر الشريف في يوم 7 من رمضان المقبل، ويستطيع العلماء التقدم لهذه المسابقة من خلال موقع الأزهر الشريف. انطلاقا من عالمية الأزهر الشريف كمؤسسة علمية وتعليمية تدعو للوسطية في العالم أجمع، أعلنت هيئة كبار العلماء عن بدء مسابقة الأزهر للبحوث لمناقشة القضايا الجزئية محل التجديد ووثيقة الصلة بالمجتمع وإعلان فيصل القول فيها. مبادرة طيبة بتنمي عند كل من لديه الرغبة في البحث، بتنمي عنده ملكات إن هو يقدم بحث بشكل جيد ومتوازن ويخدم البشرية ويخدم الناس ويكون مرتبط بالواقع المعيش للناس، يفيد في هذه الفترة وفي تلك الفترات اللي بتعيشها البلاد في هذه الآونة. وتنقسم المسابقة إلى 5 فروع: العقيدة والفكر المعاصر، الفقه الإسلامي وأصوله، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، اللغة العربية وآدابها، وذلك بمشاركة العلماء من جميع أنحاء العالم لدعم الجاليات الإسلامية في شتى بقاع الأرض. هذه المسابقة بانطلاقها من الأزهر الشريف وبحرص فضيلة الإمام وفقه الله وحفظه أن يشارك الناس جميعا في أي مكان على وجه الأرض يقدم هذه الأطروحات التي أعلن عنها في الأفرع الموجودة لتسهم في خدمة هذه القضايا التي يحتاجها ليس المسلمون فقط وإنما العالم كله في هذا الوقت. تلك المسابقة لها طلب خاص أن يقوم الباحثون في كل العالم يقدمون رؤية الإسلام الجديدة التي لا تخالف ثوابت الإسلام ولا تتعادى مع المجتمعات الإنسانية في أي مكان. وتعتمد المسابقة على اجتهاد العلماء في المسائل الشرعية والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر ويساير أحوال الناس وفق أصول الشريعة ومقاصدها. سنوات تمر ويظل الأزهر الشريف الدرع الأمين والركن الحصين لعلوم الشرع والدين، ومن أجل هذا يقيم الأزهر الشريف هذه المسابقة العالمية للبحوث لتوسيع مشاركة علماء الأمة جغرافيا وتخصصيا لبحث القضايا الشائكة دون إفراط أو تفريط. من مشيخة الأزهر الشريف أحمد بكير للتلفزيون المصري. أكد دكتور محمد عوتاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أن هناك خطة استرشادية مستحدثة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في المجال العلاجي والوقائي وكذلك للإجراءات الاحترازية. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر 61 لعلاج أمراض الصدر والدرن، حيث أكد المشاركون أن هناك صراعا مع زمن للكشف عن مصل لفيروس كورونا والمنتظر في منتصف عام 2021. نتابع. خلال فعاليات المؤتمر السنوي 61 للجمعية المصرية لعلاج أمراض الصدر والتضرن، كشف الأطباء المشاركون عن بروتوكولات علاجية مستحدثة لمواجهة فيروس كورونا حيال حدوث الموجة الثانية من الفيروس والتي تتوافق مع الأعراض المستجدة للمرض. البروتوكول تم تحديثه في جمهورية مصر العربية على سبيل المثال 4 مرات، كان آخرها في شهر مايو. البروتوكول المصري بيعد بعناية فائقة، في لجنة علمية كبيرة جدا من أساتذة الجامعات ومعاهم الخبراء من وزارة الصحة، وبيتم مراجعة كل حاجة بدقة، فالبروتوكولات بتعدل آخر تعديل. الحقيقة تم إضافة مضادات التجلط، النهاردة كل الناس بقت عارفة مضادات التجلط. الفيروس بيؤدي إلى حالة من التجلط في الأوعية الدموية، فبدأ يضاف للبروتوكولات مضادات التجلط. كما أكد الأطباء المختصون خلال المؤتمر بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس. الملاحظ برضو المواصلات والمترو وخلافه، الناس ابتدت برضو تعيش في نوع من التراخي في التحفظ التعقيمي بصفة عامة، وده نتمنى انه ان شاء الله ما يرجعش علينا بعواقب وخيمة يعني.
فمسألة الحفاظ على التعقيم والكمامة والتباعد في اللقاءات أرجو أنه ما يغيبش عننا بقدر الإمكان. والوقاية بنقول زي ما قلنا في الموجة الأولى، يا جماعة أرجوكم الكورونا موجودة والأعداد بتزيد والكورونا حوالينا، وطبعا منظمة الصحة العالمية سبق قالت من أسبوعين رئيس المنظمة بنفسه أن أرجوك ما تاخدش على الأعداد اللي بتطلع في العالم كله. مش بنقول أن في دولة بتقلل الأعداد أو بتخفيها، أبدا الدول كلها والعالم بيطلع الأعداد، لكن قال أن الأعداد الحقيقية اضرب في 20 لأن مش كل الناس بتروح تعمل المسح. المشاركون في المؤتمر أكدوا مجددا عن توافر بروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، فهناك مخزون استراتيجي قادر على المواجهة. الأدوية بقت موجودة بصورة كبيرة جدا، بقى في كمان غير الأدوية اللي موجودة في الماركت، لا كل الشركات بقى عندها مخزون استراتيجي موجود. الوزارة كمان بقت متابعة الجزء ده كويس قوي، وبقت متابعة الأدوية اللي المفروض ما احنا هتجينا في البروتوكولات من أول ما نبدأ المناعة لحد ما بنعالج المريض. متوفر دلوقتي الهيدروكسي كلوروكين اللي هو طبعا معروف ان هو في البروتوكول لعلاج فيروس كوفيد 19، وده حاجة تطمن جدا، لأنه حتى لو الحالات زادت وفي حالة أنه يكون فيه ويف تانية مفيش أي قلق أن الدواء ده متوفر في جميع الصيدليات. الهيدروكسيكلوروكين كمان متوفر لوزارة الصحة. على الرغم مما حمله المؤتمر من بروتوكولات علاجية مستحدثة لعلاج فيروس كورونا المستجد، إلا أن اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية تعد خط الدفاع الأول للمواجهة. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. قال مجلس الوزراء اليوم إن مصر تهدف لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان في الموسم الجديد. وأضاف المجلس أن مصر تعكف أيضا على تقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح عبر خفض نسبة الفاقد وزيادة الإنتاجية فضلا على استخدام الآلات الزراعية الحديثة. كانت وزارة الزراعة أعلنت في فبراير الماضي أن المساحة المزروعة بالقمح في مصر وصلت إلى 3.4 مليون فدان خلال الموسم الجديد. عقد جهاز التمثيل التجاري جلسة مباحثات موسعة مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف بمشاركة ممثلي كبرى الشركات الروسية في عدد من المجالات. وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في ظل الإعداد لعقد الدورة 13 من اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والمقررة في نوفمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، إضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم أيضا تناول التأكيد على أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مراسم تدشين الكراكة الجديدة حسين طنطاوي التي تعد أحدث وأضخم كراكات الشرق الأوسط، وذلك بترسانة كريمبن في هولندا. وخلال التدشين تم إنزال الكراكة إلى المياه لتبدأ مرحلة جديدة لاستكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا. وقال رئيس الهيئة إن ذلك يأتي في إطار التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس والترسانة الهولندية لبناء كراكتين جديدتين، حيث تعد الكراكة الجديدة حسين طنطاوي هي الكراكة الثانية التي تدشنها الهيئة بعد تدشين الكراكة مهاب مميش. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعة وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز التنافسية. وفي حوار مفتوح مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار الوزير إلى حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكا أصيلا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. رجح وزير المالية الفرنسي لومار أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مضيفا أن الإجراءات
حظر أو الإجراءات الخاصة بحظر التجول المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ستبلغ تكلفتها نحو 2 مليار يورو. رجح الوزير الفرنسي أن يكون هناك رقم سلبي للنمو خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى أنه توقع أن يشهد العام المقبل انتعاشا قويا للاقتصاد الفرنسي. ختم نشرة ونذكركم بأهم ما عرضنا. انتخابات المرحلة الأولى بالنواب تنتهي في الخارج اليوم وتبدأ في الداخل غدا. الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يشمل رحيل المرتزقة خلال 3 أشهر. مسبيرو.إيجي عنواننا الإلكتروني. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. في أمان الله.